هذه أول قطعة جمعتها في حياتي وعمري حوالي 5 سنين، كانوا جايبين جدتي الله يغفر لها ويرحمها عام 1375 جايبينها للصحية بلوري. فأذكر بس لحظة فرحتي بهالعلبة، هذه علبة زيت فرامل كانت طايحة على حزم، أخذتها واستعملتها سراج، درست عليها من أول ابتدائي إلى سادس ابتدائي، يحط فيها غاز ويحط عليها يحط لها فتيلة من هنا. هذا سراج الودة من أول قبل البنزين وقبل الغاز والكيروسين، كانوا يجيبون الشحم حق البل الودة يحطونه هنا ويحطوا لها فتايل ويعلجونها في البيت ولا بالمسجد ويستعملونها للإنارة. بين أسرار المتاحف اقتنصنا كل آسر. هذا محماسة يسيحون فيها الرصاص لين يصير مثل الموية ويصبونه في المصب هذا الجدي الله يغفر له ويرحمه، ويطلعوا من وسطها هذا القالب، هذا إذا بردت طلعوا القالب من وسطها، قطعوا القطع هذه على شكل كرات صغيرة، هذه يسمونها درجة، هذه تصير مقذوف لا مقمع ولا الفتيل. وهذا مصير حق المصران الغليظ اللي نهاية السد، يدبغونه ينفخونه ويدبغونه يحطون فيها البارود. وهذه حاويات، هذا مجموعة رصاص هنا أشكال وألوان، هذا القموع حق المقمع، وهذه حاوية رصاص عبارة عن مصير حق البعير، هذه حاوية رصاص متطورة من النحاس يسمونها جرن، وهذه سكين الجدي أخذها عام 1320 صار له موقف مع بعض الحنشل قطع الطرق، وهذا حزام الوالد الله يغفر له ويرحمه لما تزوج أمي عام 1320، هذا كتاب خط يد مكتوب انه بخط 1292 بعبد الله ابن حسين، محمد ابن عبد الله ابن حسين. هذا الزند اللي من اول يولعون فيها النار لعدم وجود التبريد، يضربون الحديده هذه بقطعه الصوان الحجر هذا حتى يولد شراره، اذا ولد شراره جابوا الخرزه هذه غاسلينها حاطينها مربصينها بصوف الغنم علشان تصير سريعة الاشتعال.